السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد الفيديو جديد. اليوم كما تشوفوا احنا في الطريق ديال بن سليمان. اليوم ان شاء الله احنا غاديين ملعب الحسن الثاني. الله يعاون. وهذه راه هي هاد الغابه، هذه غابه واد نفيفو، وكاينه واحد الغابه اخرى سميتها غابه جبوجه، عين جبوجه بحال هكا. راك تفايت ماشي ليها وكاينه كاع الجوله. مشيت لها لقيت كانت واحد الحاله يرتالها، ولكن تيران منين دير راه بانت لي واحد البانول. هي هاد الغابه كاتبين عليها 3 شهور غادي نضفوها، يعني غادي نقيوها. نحاول ندخل من هنا شي مع هاد الخط باش اللي بغى يدور لاطاروت يدور، ندير لاطاروت وزني نقرب بعض. المهم هادي هي الطريق ديال بن سليمان، تقريبا باقي شي 17 كيلومتر. ولكن ملعب الحسن الثاني شحال تكون؟ تكون شي 5 ولا 6 بحال هكا. ما هو خليوكم معانا، احنا ان شاء الله خصنا نفوتوا واحد الرومبا اخرى اللي تجي من الطريق ديال الرباط القديم اللويزي، هي اللي غادي نكونوا قربنا سميتو قربنا الملعب ديال الحسن الثاني. اتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا بواحد شويه الامطار كما تشوفوا، رفقا حيلق الله يرحم لق شي سقوة تكون فيها خير للعباد ان شاء الله. شوفوا هنا المنطقة زوينة ما شاء الله، خلوكم معنا كما تشوفوا. هذه هي طريق الرباط القديمة، إلا مشيتي من هنا تتمشي على اللويزية على بن خلف، وهنا إلا مشيتي راه تتمشي لبوزناق. إوا تقريبا من هذيك الطريق اللي قلت لكم شي 5 كيلومتر 6 كيلومتر للملعب كما تشوفوا. 22 كيلومتر لبن سليمان. الطريق هادي راه تدي اللويزيه وتدي العين حروده. المهم راه تقريبا باقي لنا دابا شي 4 كيلومتر واقيلا، خليوكم معنا. غادي يعني في اتجاه ديال ملعب الحسن الثاني، وهنا بعد المنشآت اللي غادي يكونوا قراب لهاد الملعب هي هاد المحطه ديال التران. ولكن ما كايناش شي زعما شي حاجه كاتبينها، غير مديرين هذيك المحطه راه مكتوبه فيها محطه طنجه، يعني عاطينك غير هذوك اللي كانوا ديجا عندهم هذاك التي جي في. واش هنا يعني هنا غادي تكون واحد بلاصه ديال التران او التي جي في، يعني حتى قربنا نسميه قربنا التيران ما بقاش لينا بزاف، يعني ضروري شي منطقه تكون حداه باش تكون توصل ليه. دابا غادي يديروا هنا محطه ديال التران، والقدام راه كاين المطار التي جي في، قال لك غادي يجيبوا واحد التي جي في، يعني غادي يجي من الرباط من بن سليمان، وقال لك عاوتاني واقيلا من بن سليمان غادي يربطوه مع المطار ديال محمد الخامس يعني النواصر. وتقريبا راه مابقاش لينا بزاف نوصلوا للبلاصه فين كاين ملعب الحسن الثاني، ولكن حاولنا نشارك معكم هذا الشيء حتى هو حيت هذا الشيء تبنى، حيت غادي تبنى هذاك التيران يعني، وربما هي كانت المحطه غادي تبنى بلا تيران، ولكن التيران هو اللي عجل في يعني باش يبنيوه هنايا دغيا، يعني باش تلاقى مع افتتاح ديال التيران تنظيم ديال كاس العالم 2030 اللي بقينا حيين ان شاء الله. تيران وصلنا للتيران، وهذا كما تشوفوا ما بعيدش بين هذاك لاكار بزاف ماشي شويه كما تشوفوا. التيران تبارك الله غادي يكون شكال هنا ما شاء الله، دايرين زعما غادي يكون وسط الغابه بحال
واحد الموتين وهاد البلاصه فين تبنى فيها ما كانش فيها الغابة. انا عاقل على حيت في الجيليه كانت واحد البلاصه هنا خاويه. ولا رجعتو لجوجل ماب غادي تلقاو هذيك البلاصه راه خاويه. علاش؟ حيت جوجل ماب هذاك الشيء من الساتيليت ما تيتميزاجور على واحد 6 شهور ولا 8 شهور. غادي تلقاو هذيك ارض خاويه ما فيها لا غابه لا والو. وهاد البلاصه تتسمى عين جبوجه، غابه ديال عين جبوجه بالضبط. وهنا كاين واحد الدوار سميتو عين جبوجه، واحد العين زعما. وراه هو جا في الطريق الرابطه ما بين المنصوريه وبين سليمان. نحاول نوريوكم المنتخب تيران بلي بحال يكونوا تيرانات صغار حداه كما تشوف. التيرانات واش تيرانات ولا غير داخلين في الزخرفة ديالو؟ تيرانات هما هنا. هادو راه ما تيبانوش في الكاميرا مزيان، راه تيرانات تيرانات صغار شوف. يعني يكونوا وسط هذيك الغابة. والغابة من اللور طلعت هنا. غنشوفو شحال ديال الوقت عاطين، واش عاطين الوقت ولا لا. ما كاينش لا ما كاتبين لا وقت لا والو، ولكن البداية ديال شهر جوج 2024 بدا. انتهي سالي ما كاتبينش. وكاينين بزاف ديال الشركات اللي داخلين، تقريبا جوج ربعة ستة الشركات ما شاء الله. بانورام داير لي الضو باش في الليل يبان كما تشوفو هنا. التيران كاينين غادي يكمل ان شاء الله. شو ما شاء الله. انا ما يمكنش لك تشوف هذاك الشيء اللي داخل كما تشوف، راه مضربين على حساب الاشغال على حساب. كما تشوف راه كاينه واحد المحطه هنا، هذه المحطه ديال الكيران. يعني غادي يكون ان شاء الله يكون واحد التيران متكامل وجا في بلاصه. اصلا دابا التيران هو اصلا علاش الفيفا تقول لهم التيران خاص يكون خارج المدينه. وهنا راه المحطه ديال هذيك التران راه ما بعيداش بزاف، تقريبا واحد جوج كيلومتر. ولهيها واحد شويه اللي بغى يجي حق يشوف التيران يشد النمره واحد من المحمديه. اللي بغى يجي يشوف صافي فهمتي، تجي تشد النمره واحد يحطك هنا. اللي بغى يصور ولا شي حاجه عنده شي قانون ما عرفش كيفاش يجي. ولا الطاكسيات ديال بن سليمان، من الطاكسيات ديال بن سليمان من المحمدية ان شاء الله. شوف كيف غادي يكون ما شاء الله. نحاولوا نطلعوا لكم الفوق، نحطوا بيكالا طلعوا الفوق باش نوريكم هذاك الشيء مزيان. واو ما شاء الله. مثلا من الداخل زعما كيكون هذا واحد النظرة تصورية. نرى الجنبات يعني راه يكون واحد تيران شوية في شي حويجات زوينة. ندير انت يعني الناس اللي جايين للتيران يقدروا يديروا انشطة، يقدروا يلعبوا، يقدروا فهمتي. نرى المنتخب والجمهور، الجمهور المغرب راه عالمي ما شاء الله. خلينا بيكالا ليه شوف خلينا هنا. دابا الناس اللي باغين يجيو يجيو يكتشفوا هاد المنطقة ولا عنده شي قناة وبغى يصور ولكن ما عرفش كيفاش يدير، يجي للمحمدية. كاين واحد النمرة واحد حدا الكلية ديال الإيكونومي على ما أظن. دابا نرجع للدار ونقلب ونعطيكم اللوكاليزاسيون ديال النمرة واحد. ولا تجي للمحمدية وتشد طاكسيات ديال بن سليمان، شارع محمد السادس توقف فيه يبان لك شي طاكسي رمادي، تشير ليه غادي تقول ليه بن سليمان، قول ليه الطريق ديال بن سليمان، قول ليه يقول لك فين غادي، يقول لي عين جبوجة حدا التيران.
حيت عين جبوجه راه معروفه، راه كاين هنا واحد الدوار ديال عين جبوجه، كاينه عين ديال جبوجه. المهم حنا غاديين معاكم في هذا الشيء ما شاء الله. ما تبخلوش علينا بواحد لايك، حنا ضربنا تقريبا هذاك الشيء، راه جينا ليها في كالا تقريبا شي 40 كيلومتر ولا 39 تقريبا. واللي عنده موطور القضيه عنده ساهله، راه يجي فهمتي، راه يقضي الغاره ثم دابا هذا الجيل غادي يطلع جيل اخر ان شاء الله، هو اللي غادي يخلفهم يكون حتى هو خير وخلف لخير سلف، يفرح الشعب المغربي. شي ملعب الحسن الثاني ما شاء الله. دابا خصنا نركبو في بيكالا، بقينا غاديين، غادي يجي الفيديو طويل. هاد البانوات بقاو تيتعاودو، يعني سا بانو بقاو تيعاودوه. هادي ها هو قلت ليكم هاد النمرة واحد هو اللي تيجي، راه معروف. شوف المساحة ديالو كبيرة تبارك الله. التيران كيفاش غادي يولي هنا الغابة، الشيء هنا البلاصة كاملة تكون خضراء، باش هو أصلا من وراه كلشي غابة، يعني تا هاديك المجية من طريق ديال الرباط على طريق اللويزية تا هي فيها. هنا راه مديرين هنايا زعما جمهور ديال الراجا، هنايا مديرين الناس تشوف شتي هاديك الراية ديال الراجا، يعني الفرق الوطنية تا هي يمكن لا تجي تلعب فيه. واش غادي يحسبوا على كازا ولا يلعبوا فيه الفرق ديال كازا ولا والله يسر. المهم هو ان متفائلين ديال المغرب الارجنتين فينال ولا شنو، سير تصايب غير باوتوكاد فهمتي، غير تخيلي، ماشي في المية في المية واقعي، ولكن هادشي باش يصايبو هادشي بالاوتوكاد هو تيصايبو المهندسين، يعني الشكل و تيعرضو على الناس المسؤولين ها كيفاش غادي يكون الشكل، و تتبدا الاشغال، وفي اخر ديال المشروع تيكون المشروع يعني من تقريبا بحال هذاك، انا هادشي اللي شفنا حنا دابا في البانوات.